السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاق طيور زينة في قناة نور علي. هذا ببغاء الكاسكو، أحد الأصدقاء جاب لي ببغاء كاسكو ومحتاجة روضة. طبعا هو جدا جدا وحشي ويجعر، نحاول نسوي له سيستم. جدا وحشي، قفص مؤقت. أول خطوة هذا القفص، طبعا قفص مؤقت صغير نخليه. أكل وشرب مدة 3 أسابيع حتى يستقر، لأن هو عمره تقريبا 3 أشهر. وللأسف راعية قاص جناحه، وأنا ما شجع على قص الجناح، فنحاول نسوي له برنامج ونرتب وقته حتى يستقر ويشعر بالأمان، ونخليه ونعود لكم إن شاء الله بعد شهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.